مرحبا بكم في حلقة جديدة من المحقق. قضيتنا اليوم مجتزنا لمصر وتحديدا منطقة حدائق القبة، وترجع بينا التاريخ 16 سبتمبر 2017. نهارتها التوانسة والمصارة كانوا يستناو في ماتش الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري في حدائق القبة. الناس متجمعة في القهاوي يتفرجوا في الماتش، وفجأة سمعوا صوت جارهم تاجر العطور خارج يجري من المحل متاعه يصيح ويعايد: الحقني يا سيد أنا بموت. أشنو زعمة اللي صار له؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من أشهر القضايا العربية. احنا في مصر وتحديدا في منطقة حدائق القبة، وين نلقاو الشاب محمد يوسف. عمره وقت احداث القضية 31 سنة. محمد كان عايش حياة طبيعية بين ام وابوه واخوته، اما من صغرته كان يحب يكون معمل على روحه، خاصة من الجانب المادي. هذاك علاش في كل عطلة مدرسية يدبر خدمة ويلم منها مصروفه بحكم ظروف المادية تاع العائلة. محمد واخوته كانوا يحبوا يتحملوا المسؤولية ويعاونوا ابوهم على مصاريف الدار. وبالفعل محمد مش يكبر ويدخل لكلية التجارة وبعد دراسته الثانوي مش ينجم يأمن مصاريف الجامعة، دخل محمد يخدم في محل عطور معروف في منطقتهم. لكن ملي كان الموضوع مجرد خدمة يعدي بها في الوقت في يجيب منها مصروف، أعجب جدا بمجال تركيب وصناعة العطور. كسب خبرة في المجال، وذك علاش بعد ما تخرج من الجامعة حب يحل مشروعه الخاص في نفس المجال، ونجم يلقى شركاء وحل محل لبيع العطور. والحمد لله نجح المشروع. بخبرة محمد وحبه للمجال تطور المحل الصغير لشركة استيراد وتصدير للعطور للخارج، ولا محمد عنده سمعة في مجال العطور في مصر وخارج مصر، بالأخص في مجموعة من دول الخليج، ولا يتعامل مع رجال أعمال ومستثمرين. محمد يوسف باش يعرس ويطلق مش مرة، أما مرتي. طليقته الأولى عنده منها زوز صغار في سبتمبر 2017، بعد ما مر برشا مشاكل في حياته الشخصية بدأت أخيراً أموره تتحسن، حتى أنه كان ناوي يرجع لزوجته الأولى وأم صغاره هيبة. لكن لم شمل العائلة مش باش يتم، على خاطر في 16 سبتمبر 2017 كما قلنا وقتها ماتش الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي قاعد يتعرض في المقاهي في الزوز دول مع السبعة متاع العشية، شباب منطقة حدائق القبة يسمعوا في صوت السياح جاي من محل محمد يوسف. محمد كان يستنجد بواحد اسمه سيد، سيد هذا مولى القهوة اللي مقابل المحل متاعه. محمد كان يصيح ويعايط له: الحقني يا سيد أنا بموت. سيد امشى يجري لمحمد باش يشوف ايش فمه، يلقى جاره ممدود في القاعة، والمشهد مفزع كأنه محروق، أبشع من محروق. دبشوا حويجه ذايبة على لحمه، ملامح وجهه ضايعة. سيد شايف بحذا محمد دبوزة يقولوا لها في مصر ماء النار، حمض النيتريك، لاسيد نيتريك. تلموا الناس اللي في القهوة الكل ومشاو محمد يجريوا، بالوقت تم نقله لأقرب مستشفى. لكن السبيطار في مصر ها ما يخليش برشا على وخيانه في جملة من الدول العربية، ما لقاوش طبيب. هذاك علاش سيد خرج 10 دقائق يلوج على طبيب ورجع هز جاره المستشفى آخر. لكن أول ما وصلوا للمستشفى الأطباء أعلنوا وفاة محمد. الأطباء أكدوا أنه
أعضاء الداخلية ذابت بسبب لاسيد اللي تصب على جسمه الكل. بلغوا عائلة محمد بالخبر وانطلقت الشرطة في البحث على الجاني. بدأوا المحققين يسألوا في الشهود، شافوا شي حاجة ما بين الشهود بطبيعة الخدامة اللي مع محمد واللي فيهم شكون شاف شخص كان يدور نهار كامل قدام المحل وكأنه يراقب في محمد. ومع السبعة كي جاء محمد خارج من المحل جاء الشخص هذا يجري اهجم عليه وصب عليه ماء النار. المحققين قرروا يشوفوا كاميرات المراقبة الموجودة في محل محمد وبالفعل نجموا يشوفوا الجريمة الكل قدامهم. الغريب أنه الشخص هذا وجهه ظاهر ملامحه واضحة جدا في كاميرات المراقبة، أما ما فما حد من معارف محمد ولا من عيلته ولا من الخدامة في المحل ولا من الناس المحيطين به يعرف. هذاك علاش حبوا يحلوا الكتاب على حياة محمد باش يفهموا شكون السيد هذا وشنو مصلحته من اللي عمله. محمد تعرف على زوجته الأولى هيبة وقت اللي كان مازال كيف بدأ المشروع في أول عشرينات من عمره، باش يحبوا بعضهم الاثنين ويتعلقوا ببعضهم برشا ويقروا أنهم يتزوجوا. في بداية زواجهم كانت الحياة جميلة، محمد كان مهتم بمرته مصاريف الدار، هيبة كانت الزوجة المدللة الزوجة المثالية. عائلة محمد بالأمارة يحبوها لهي برجلها وبدارها كما ينبغي. لكن بعد فترة من زواجهم يجيبوا بنتهم الأولى سلمى، أما أول ما بدأ مشروع محمد ينجح ولا مشغول ياسر في الخدمة ولا يتعامل مع برشا نساء في خدمته بحكم أنه يبيع في العطور. هيبة ولات تشك في تصرفات محمد بشكل كبير بل مبالغ فيه. الشك متاعها وغيرتها المفرطة على رجلها خلت المشاكل تكبر بيناتهم، ومحمد ما عادش نجم يتحمل غيرة هيبة وشكها فيها المتواصل ووصل الموضوع للطلاق. انفصل محمد على هيبة، هيبة اللي بتهز بنتها وترجع تعيش مع عائلتها. محمد مع ذلك بقى متكفل بمصاريفها ومصاريف بنتهم وما ندمش الحقيقة على قرار الانفصال، بالعكس حس روحه ارتاح من الضغوطات والمشاكل. بعد ما تعدى أكثر من عام على هذا الانفصال كان يشوف في بنته تكبر بعيد عليه فتوحش الحياة العائلية وقرر أنه يرجع لزوجته وبنته. وذاك اللي صار، هيبة وبنتها سلمى رجعوا وعاودوا تعرسوا ورجعوا يعيشوا مع محمد. بعد رجوعها بمدة قصيرة هيبة باش تحبل للمرة الثانية وباش تجيب وليد. مرة هذه هيبة حست أنه محمد تبدل عليها برشا، عاد مش شوي، عاد لا مهتم لا بها لا بالبيبي لا بالبنية، ودون سابق انذار جاها ورقة الطلاق. سبب المرة هذه أنه محمد عرس بزوجة أخرى وسيء الزوجة الأخرى كان من شروطها أنه يطلق هيبة. من وقتها ولات مشاكل بين محمد وهيبة على النفقة، شكايات ومحاكم. فهل ستكون هيبة هي التي ستنتقم من زوجها محمد اللي خانها وطلقها باش يعاود يعرس وتخلى عليها هي وصغارها، ولا شنو اللي صار له بالضبط؟ هذا نشوفه تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليل.